السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أتكلم الشيخ مصطفى؟ معك، الله يستر عليك. الله يبارك فيك يا عم الشيخ. وياك. عندي زوجتي نذرت نذر لله سبحانه وتعالى إن ربنا لو رزقها بولد أطلع حاجة لله. أيوه. فربنا كرمها يعني الحمد لله رب العالمين. فهي برضه عايزة تعرف عندها والديها برضه ظروفهم على جدية يعني. ماذا نذرت؟ قالت ماذا في نذرها؟ إن ربنا أكرمها بولد هتطلع مثلا 1000 جنيه لله. إذا أكرمها الله بولد ستخرج 1000 جنيه لله، تخرج 1000 جنيه لله. تمام. هي عندها والديها يعني حالتهم بسيطة جدا جدا. هي يعني بتقول ينفع أطلعهم لوالديها؟ يعني والديه يعني أبنائها ولا أمها وأبوها؟ لا، أبوها وأمها. أيوه. يعني امرأة نذرت أن تخرج 1000 جنيه لله. تمام. هي متزوجة؟ متزوجة، هي زوجتي. أيوة. وأبوها وأمها فقراء. تمام. هل يجوز أن تخرجهما لأبيها وأمها؟ نعم يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب صدقة، وصلة لها أجرا. الله يبارك في عمرك. الله يسلمك.